إذا مرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان وأهلا وسهلا وشكرا مجددا على الوفاء. إذا فيديونا الثاني هذا اليوم الثالث بالفيديو اللي كنا قدمناه قبل قليل على المباشر في قناة اليوتيوب الثانية بعدما تم نجاح المخزن في حذف في القناة الأولى. في اليوتيوب التي كانت تجعل مشارف تقريبا 100 ألف مشترك كانت في حدود 97 ألف مشترك عارفين بأن هذه الحرب الإعلامية هي متعددة و يعني باذل فيها المحتل المغربي أقصى جهده لكن مدركين تماما على أنه ممكن من أي نافذة نتواصلوا من أي مكان نتواصلوا حتى وإن اضطررنا أن نتواصل بصبعنا، يعني في كل الحالات حتى وإن اضطررنا على أن نلحق مستوى أن نتكلم بصبعنا سنتكلم بإذن الله تعالى وسنقول الحقيقة في وجه المحتل المغربي حتى يعلم ذله وهوانه ويعلم فشله إذا اليوم صدر الـ الـ البلاغ السابع والثلاثون لوزارة الدفاع الصحراوية ويقول أنه واصل مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات عنيفة ضد مواقع تمركز قوات الاحتلال المغربي المتخندقة خلف جدار الذل والعار لليوم السابع والثلاثين على التوالي ويوم أمس قصفت وحدات المجد والكرامة جحور قوات الاحتلال في منطقة الشيظمية بقطاع المحبس ونهار اليوم واصل أسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي دك خنادق جنود الاحتلال في المواقع التالية قصف عنيف استهدف مواقع الجنود العدو في منطقة عظيم مجلود بقطاع أوسرد قصف مكثف استهدف نقاط تمركز قوات الاحتلال بمنطقة بنجارات بقطاع السمارة قصف عنيف استهدف قوات الاحتلال في منطقة روس أوديات شديدة بقطاع الفارسية قصف مركز استهدف جحور جنود الاحتلال بمنطقة عظيم مجلود بقطاع آوسرد ثانية قصف عنيف استهدف نقاط تمركز جنود العدو في منطقه روس الصبطي بقطاع المحبس. قصف عنيف استهدف مواقع جنود الاحتلال المتخندقين بقطاع السماره. وتتوالى يقول البلاغ هجومات وسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفه قوات الاحتلال المغربي الجبانه التي تكبدت مزيدا من الخسائر في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار إذا هذا هو البلاغ السابع والثلاثون والذي يشير إلى أنه لا زال هناك عمل ميداني أساسه هو قصف قوات الاحتلال المغربية اللي أخلت الكثير من مواقعها الثابتة وتحولت إلى مواقع أخرى من أجل تفادي أقصاف جيش التحرير الشعبي الصحراوي وقد يعني ثبت على ان الى حدود اليوم ليس هناك اي اشتباك مباشر ليس هناك اي اشتباك مباشر لان المرحله الاولى تقتضي استنزاف العدو الى اقصى المراحل وبعد ذلك سياتي باذن الله تعالى الاشتباك المباشر حسب من يعني يتابع هذا الوضع ليست يعني هناك معلومات من داخل قياده جيش التحرير الشعبي الصحراوي ولكن على ما يبدو أن هذه الفترة حتى وإن طالت فإنها أولا هي فترة لجس النبض لمعرفة الميدان أكثر لمعرفة ماذا يتملكه العدو وفي نفس الوقت يعني استنزاف العدو بهذه الأقصاف اللي تذب فيه الرعب يعني تزرع فيه الرعب وفي نفس الوقت يعني تجعله مرهقا مع الأيام لأنه يطارب فيه النوم خصوصا حد كان راقد 29 سنة واكل شارب واكل طبعا ما عطيش الخامجة اللي له وبطاطا الخامجة اللي تنعطاله لأنه مهان حتى من طرف نظامه فإن أي شيء والآن يعني دخل مرحلة أخرى مرحلة اليقظة مرحلة الرعب مرحلة المجهول ما هو عارف لماذا هو موجود كذلك فم ولماذا يعني عاد الكفاح المسلح ويتمنى أن الكفاح المسلح يتوقف في أي لحظة لأنه ليس في صالح المحتل المغربي هذا فيما يتعلق بالعمليات على الجانب الدبلوماسي لا زالت يعني ردود الفعل المختلفة متواصلة بخصوص ما يتعلق ب بقرار ترامب لأن رهان الاحتلال المغربي في ترويج أكاذيبه للشعب المغربي تقوم على هذا الاساس انه يقول للشعب المغربي اننا نجحنا في الحصول على قرار لاقوى دوله في العالم واننا حققنا انجازا تاريخيا وانه رقدوا على على جنب الراحه فاننا قد انتصرنا هو منتصرين تبارك الله وما ما منتصرين لا على الفقر ما منتصرين على الرشوة ما منتصرين على على ما هم منتصرين في التنمية ما منتصرين في أي شيء ولكن يظنون بأنهم منتصرين ما شاء الله ويضحكون ويستهزئون بل ويؤسسون القنصليات ويفتتحون القنصليات كأنها إنجاز تاريخي ويقدمونها لشعب الكليخ وطبعا شعب الكليخ بحكم أنه يعني سطحي فإنه يستهلك أي شيء وسبحان الله يعني يتاثر كثيرا بالدعايه الاعلاميه المغربيه المخزنيه بسهوله ولكنه يواجه الحقيقه ويواجه المعلومات ويواجه البلاغات باستهزاء كبير فترى تعاليق شعب الكليخ في واد في واد والواقع في في واد اخر لانهم ياخذون الامور دائما باستهزاء إذا من ردود الفعل هو ما صدر عن وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر الذي قال أن الخطوة المتهورة التي قام بها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بالاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية أنها ستسهم في حالة الجمود التي تشهدها مسألة تسوية النزاع الذي طال أمده معناه على أنه في كل مرة تتجه هذه القضية إلى الحل في كل مرة تتجه هذه العقدة إلى الحل في كل مرة يتجه من نزاع الصحراء الغربية إلى حل مشرف لأصحاب الأرض اللي هم الصحراويين يبحث النظام الاحتلال المغربي الصبياني ليحكمه أو تسيره عقليات طائشة عقليات لا علاقة لها بالتدبير لا تتوفر على الحكمة وهذا ما هو كلام هذا ما هو كلام سريالي والله كلام خيالي هذا كلام الواقع وكلام ما شاهدناه بيوم العين إن هؤلاء مجموعة من العصابات لا تهمهم سوى مصالحهم يقضون مصالحهم يستهزئون بالشعب عارفين بأنه لا يستطيع حد يحاكمهم من طرف الشعب فيفعلون ما يشاءون من قرارات مصيرية وأكبر دليل على أنه حتى موضوع التطبيع لم يستشر الشعب المغربي وحتى بعد إعلانه يضحكون عليه الى اليوم يقول لهم لا, لا احنا ما طبعنا التطبيع منين هو؟ ما طبعنا غير واحد للطياره ان شاء الله اللي يجي تل ابيب قيس الرباط الاسبوع المقبل وسنوقع اتفاقيات غير لا مع لا مع اسرائيل ما ما هو تطبيع ما, ما هو تطبيع يعني قمه الاستخفاف بالشعب المغربي وقمه استحمار الشعب المغربي ولكن هيئوه لذلك هيئوا فئات كبيره من المغاربه لان تتقبل هذا الموضوع او تتقبل ما يقال لها وترفض الحقيقه سبحان الله، يعني تكره الحقيقه بشكل غريب جدا، يعني حينما تحلل سيكولوجيا هذا الشعب ونتكلم عن الغالبيه تجد انه يكره الحقيقه، يكره لمعقول، تقول له الحقيقه تقول له الشمس بانها في كبد السماء وقد اشرقت من المشرق يقول لك لا 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 انت انفصالي، انت مسترزق، انت خائن، انت كذا. وذاك الخاين اللي هو اصلا دجاجته ومن معه من الذين يحكمون المغرب اليوم الخونة الكبار الذين باعوا الشعب المغربي وباعوا مبادئه وباعوا علاقاته بالقضايا العادلة وباعوا تنميته وباعوا ثرواته ليسوا خوانة بل وطنيين ما شاء الله الوطنية ما شاء الله بل إذا أردت أن تستمد الوطنية فعليك أن تستمدها من دجاجته ومن معه من اللصوص والخوان الحقيقيين اذا جيمس بيكر هناك مقال يعني مطول تجدونه على النت يعني ويتحدث عن ما يقوله جيمس بيكر وجيمس بيكر اذا قارنته بدجاجته فانك تقارن ما بين السماء والارض لان هذا الشخص عنده التزامات ويعرف ما يقول وعنده تكوين اكاديمي وعنده علاقات دوليه اش عند هذا دجاجته ومن معه بالله عليكم شو عندهم شمن من ديبلومات عندهم اش من محصله عندهم ما من سياسات عندهم ياك يقول لك واحد انا وزير خارجيه، قول له شو انجزت في تاريخك؟ انجزت فتحت القنصليات، القنصلية اعطيهم لي انا أسسهم لك الى بغيت. انا انا اعطيني لا الفضه اعطيني الفلوس ونمشي ناسس لك قنصليه ونعدل لك فيلا ونفرشها ونحط فيها الكراسة، ونحط فيها الصور رموز هذا البلد ونحجز لك الطائرات ونجيب لك الوزارة، ونفتح قنصليه قنصلية شنو انجاز؟ قنصليه شنو موقف سياسي؟ قنصليه شنو هي؟ شنو هي؟ ما هي ما ما ماذا تساوي قنصليه امام ما يقال من طرف الشخصيات الدوليه؟ ماذا يقال؟ وما قيمتها امام ما يحاك على المستوى الدولي؟ وما يعرفه الملف على مستوى الامم المتحده، وما ما يعرفه الميدان على مستوى المعارك بين جيش التحرير الشعبي الصحراوي وجنود المحتل الجبال. ما ما قيمتها؟ ولكن الشعب المغربي شعب الكل اللي اصلا يعني ضبعه من طرف الاعلام العمومي المغربي والاعلام الخاص ايضا في ثوب هو خاص يعني ظهر لكم على انه خاصه هو ولكن في جوهره وفي مضمونه ياخذ التعليمات من نفس الجهات التي تتحكم في الاعلام العمومي نفس الجهات هذا يقول لكم ران تبارك الله عدنا وفعلنا واننا والسياده وكذا لكم واحد تشوفوا على الاشكال اللي لا تضحكوا شي اشكال شي اشكال ما نعرفهاش من تحت التراب والله تقول عنه كانه مرق من تحت التراب كان كان يمكن في لحظه وفاه والله شيء الله مرق من تحت التراب ومرق من تحت التراب عاش سيدنا عاش سيدنا عاش الملك راك تضحكوا انا نضحك يعني هذا هذه المشاهد تضحك حقيقه وهذا هو مستوى المخزن ما يمكن المخزن يطلع عن هذا المستوى هذا هو مستواه هذا هو هذه حقيقته وهو تزعجه ان تظهر حقيقته للراي العام المغربي تزعجه ما كره يقتلك يكتلك يقتلك يكتلك. فتجده يعني يسب ويشم والكلام الزنقة ويمشي هنا وهناك من اجل قال لك طبيب نفساني يا اخي راه انت اللي خاصك طبيب نفساني راه دجاجته خاصه طبيب نفساني حتى يظهر له عيوبه ويظهر له اين فشل واين نجح وظهر له ما يمكن ان يجمعه من علاقه مع الشعب ما انا ما تساني شيء واش انا مسؤول عنك واش انا عاطيني ولا ملاير انا نسيرهم انا انسان حر اتحدث اتكلم أه نشوف طبيب والله ما نشوف طبيب والله نوكل دوايا والله ما نوكل دوايا ولكن المصيبة الكحلة هو من لديه مسؤولية ويخونها كل دقيقة كل دقيقة وهو يخون المسؤولية لتحديده واش تسير لبلاد سهل واش تسير بلد سهل واش راهي أمانة 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 موضعه موضوعة على الأكتاف وسيسأل عنها يسأل عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن الطفل وعن المريض وعن الفقير وعن الغني وعن الفاسد وعن الشفار وعن يعني كل شيء سيسأل عنه أما أنا شيء تسوني أنا شو تسوني أنا اللي يسوني الله سبحانه وتعالى عنك أنت لماذا تعيش العبودية ولماذا تقبل العبودية ولكن في التكرار طبعا يتعلموا راكم عارفين ما نحتاج نقول ولكن احنا سنكرر لكم هذا الخطاب حتى تفهموا القصه الحقيقيه وكل ما سيخرج راسه شاهرا بطولته الفارغه سنعيده الى موقعه والى مكانه الحقيقي ولهنا هذا اللي نتكلم مع فيه في الجزء الثاني مع هذاك اللي يدعي على انه صحاف صحافه الكبه في صحافه الكبه في مخزن الاجرام في الزريبه لا يتكلمون لا من كلامه لا نقم... لقمول من لحيته لا من لحيته لقمول وخا هو ما عنده اللحيه ما عنده اللحيه ولا عنده الحياة ولا عنده المراه ولا عنده الانسانيه ولا عنده شيء ولكن لقمول من لحيته اذا آه الى جانب هذا الموقف هناك آه التصريح الذي خصت به ممثله الجبهه بسويسرا والذي تحدثت فيه كذلك عن طريق وكاله الانباء الصحراويه عن موضوع هذا الوهم الذي يبيعه النظام الهلكي للشعب المغربي والتي تتعلق بإعلان دونالد ترامب وتقول أن إعلان دونالد ترامب لن يؤثر أبدا على المقاومة الوطنية الصحراوية والكفاح المشروع من أجل الحرية والاستقلال قالت أميمة محمود عبد السلام ممثلة جبهة البوليزاريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة وباقي المنظمات بجنيف لوكالة سبوتنيك في تعليقها على اعلان الرئيس الامريكي المنتهيه ولايته ان هذه الخطوه الاحاديه الجانب لن تؤثر على المقاومه الوطنيه الصحراويه والكفاح المشروع من اجل الاستقلال والحريه، بل جعلت تضيف اميمه عبد السلام الصحراويين اكثر اتحادا واصرارا على انتزاع حقوقهم الاساسيه بكل الوسائل المشروعه بما فيها ذلك بما في ذلك الكفاح المسلح. واوضحت الدبلوماسيه الصحراويه ان اعلان ترامب هذا يعد تشجيعا واضحا وضوءا اخضرا امام الانظمه التوسعيه لغزو اراضي الغير كما هو حال النظام المغربي الذي واصل اعماله العدوانيه على الشعب الصحراوي واراضيه الوطنيه امام مراه ومسمع من المجتمع الدولي الذي وضعنا فيه الثقه والاعتقاد بان احترامنا للشرعيه الدوليه سلوكا ممارسه سنلقى من خلاله مكافاه بضمان حق شعبنا في تقرير المصير تضيف اميمه عبد السلام والى ذلك تضيف المتحدثه قائله ان البوليساريو تامل في ان يتخذ الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن خطوه للتراجع عن هذا القرار لانه يؤذي الكثير من الناس ويضر بالقانون الدولي الذي يحمي في العالم وايضا الذي يحمى في العالم وايضا بان بان يتصدى المجتمع الدولي بحزم لهذا القرار ويتخذ موقفا نابعا من اراده سياسيه للسماح للشعب الصحراوي بالحق في تقرير المصير والحريه. و يعني وانهي هنا لانه مقال طويل ولكن انهي لاربطه بما شاهدتموه قبل قليل في اللايف اللي كان من بين باريس وواشنطن مع الاخ مصطفى اديب ومحمد هشام والاخ كذلك احمد يعني اللي تكلمنا عن تكلمنا عن هذا القرار ليباع للمغاربه لي... لي وهذا مغاربه هذو مغاربه ويتهمون بانهم كذلك يشتغلون الى مع الجزائر ومع المخابرات الجزائريه من اجل ان يسفهوا كلامهم هو كلامهم حقيقي كلامهم منطقي كلامهم واضح مواقفهم واضحه وتحول كبير جدا في علاقه الاحرار المغاربه بقضيه الصحراء الغربيه اللي شهد ما شاء الله طفره نوعيه خطيره جدا خطيرة جدا بالنسبة للاحتلال المغربي يعني لم يكن يتوقع أن المغاربة الأحرار سيقولون بأنه هذه الصحراء اللي تقولون بأنها أرضنا ليست أرضنا هذه أرض الغير ويجب أن تمكنوا حق الشعب الصحراوي من تقرير مصيره هذا صدم الاحتلال المغربي كأنك تصفعه صفعا اليوم لماذا؟ لأنه في المقابل في المقابل هل تجد هل تجد من غير المسترزقين اللي واضحين مسترزقين واضحين يا اما انهم يقبضوا مليون في الشهر من عند الاحتلال المغربي باش يتموا يقولوا له كلام باش يتموا يجيبوهم كالقطيع يسوقوهم كالقطيع يجيبوا لهم التلفاز ويسجلوا معاهم استجوابات استجوابات مسكينه متآكله مهترئه تتكرر اليوم غدا السيمانه الجايه نفس التصريحات نفس المواقف ما كانش جديد ما فيهم واحد راه قد يقبض مبادره ويمشي يمشي مثلا يتكلم مع اهله يتكلم مع أولاد عمه في المخيمات ويجي يقول لهم انا راي جايب لكم المبادره الفلانيه والله جاي نتكلم معاكم في المبادره الفلانيه ما خالق ما لان اصلا القصر لا يسمح بذلك والقصر يشك حتى في الصحراويين هذو اللي يشتغلوا معاه هذا اليوم اللي تشوفوهم يقلبوا دراريعهم حينما يتعلق الامر بحدث مثل هذا الحدث ويجيبوه ويجمعوه التلفازه والعصير والحليب والتمار وتبارك الله والدنيا ولا مابو والتصريحات والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والقائد الفلاني وما نعرفهاش والاعيال الفلانيين والمنتوج شنو؟ المنتوج تغربلو ما تجبر فيه لا التراب المنتوج فارغ لماذا؟ لانه ليس مؤسسا على شيء كلمه الحق كلمة الحق إذا قالها الإنسان الشتي يعود الإنسان بسيط جدا. ولكن منين يقول كلمة الحق يعطيها الله سبحانه وتعالى قوة ويلحق كلمته بسرعة وتعود كالرصاصة تخترق كل الأجساد وكل العقول. أما هذا الذي تجتمع يجتمع عليه المخزن بأعوانه والباشا والعامل والمخابرات والمقدم والشيخ والتمر والعصير والدراري الزينات ما شاء الله, الله لا 3000 درهم 4000 درهم 5000 درهم للدرعة او شن بعده شن بعده اش عاقبه شنو المحصلة بوط الريش راكم شفتوه هذا بوط الريش الاحمر اللي تسلط دراك تسلط بالقرقرات ما كان شي واحد فين ما كان شي بوط الريش في المغرب جاي يجري جاي يجري قايس القرقرات بوك ما حان اخوك او منين قايس القرقرات اش كاين في القرقرات المهم ماشيين فهم مصافره يصوروا عند الدفه اللي يشطحها اللي يغنيها اللي يرصفها اللي ينقذها؟ اللي مم... المهم كل كل واحد المهم كلها كلها شطها الله سبحانه وتعالى وكلها باش براها الله سبحانه وتعالى باش يقول لكم مز... لكم نعتلكم... يقول لكم احنا الرساله الرساله راك جايين للقرقرات وراهي يفهمت القرقرات بخير وعلى خير والصحراء الغربيه كان الصحراء المغربيه ديالنا هذه شوف هذا هذا هي الرساله اللي بغاو نقول لكم ولهذا ظهرت <تصف> الكثير من النماذج ومازالت ودرايك في قليبي من المحتل راهم يستعدوا يستعدوا قالك ما يسمى بالاحزاب السياسيه انتم ما تحشموا بالله عليكم ما تحشموا تسموا روسكم احزاب سياسيه انتم تسموا روسكم احزاب سياسيه انتم عارفين شنو هي مس... شنو هي الاحزاب السياسيه لا كلمتين الاحزاب السياسيه انتم دراك احزاب سياسيه هذا انتم اللي تقدموا روسكم دراكم قايسين المحبس غدا ماشي ريمار اللي قايس المحبس اش لا يتحبسوا فيه يا اللي لا يردكم اش تحبسوا فيه شل تقولوا فيه ذا لا يتقولوا في المحبس شنو هو ذا لا تزيدوا ذا لا تزيدوا ما تراب عطاكم السياده انتم علاش قايسين المحبس انتو ما زعما انتهت ما انتهى قضيه الصحراء المغربيه انتهت صياك عطاكم ترامب الصك عطاكم الصك وقبضتوه لاش كاين سيد المحبس قال لك احنا الاحزاب السياسيه يوقع الله يحفظ الظلم يوقع السريقه يوقع نهب المال العام يوقع تهريب المخدرات يوقع الشباب يركب البحار قايس 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 المجهول يموت في البحر ويلحق ويلحق اوروبا والله ما يلحق والله يلحق نصه ولا اوروبا ومن يلحق اوروبا يعود يطايح باش اللي يجبر اللجوء السياسي منين يجبر اللجوء السياسي يعود يتظاهر ويعود ويعود ويمرق ويتكلم وكل شيء يجبر حريته في هذه البلدان هذا الشيء كامل يوقع عندكم فم يوقع عندكم فم ولكن ما فيكم واحد يقد يقول انا الحزب الفلاني من السياسه الفلانيه انا السياسي محنك وخاصة نقول كلمتي نقول كلمتي هذا المال العام اللي ينسرق خاصه يرجع للخزائن استريليك الفلاني السريليك الفلاني اللي يسموه الوطني وما نعرفهاش ومسكر الانفصال وكاري الانفصال وما نعرفهاش وتبارك الله هو اللي معدل التوازن في المنطقه نقول له تعال يا السريليك تعال يا السريك بليد راهي معروفه بلدك راهو معروف بلدك هو الحبس قيس الحبس يا السريليك اخبارك من الوطنيه وطنيتاش اللي فيك انت وطنيتاش شكون اللي عدل لك اختبار الوطنيه باش يشوف حد فيك الوطنيه والله بتاعي انت 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 تعتصم المخزن وهو يحمد لك انت تسرق مع المخزن وهو يقول لك والله تبارك الله انه السياسي الفلاني المحنك اصل به حنوك كبار حنوك كبار غير مناش من فاض تهلو من الورث اللي وارث بداي ما عنده ريال جا حافي عاري جا عندي عنه جعلك رعي حافي من, من من القريه اللي جا منها وجا الواد المحتل وعاد من الاثرياء واليوم يقول لك انا الزعيم الفلاني اذا هذو كاملين اللي يسموا احزاب سياسيه احزاب سياسيه وقال لك عندهم برامج وعندهم كذا وعندهم المفتش الاقليمي والمفتش الجهوي والمفتش المحلي والمفتش الكبي ومفتش... ما تبارك الله طلع الاسماء الاسماء حدث ولا حرج هذا كاملين ما تجبر طير منهم لما يتعلق الامر بالمصالح العامه ما تجبرهم يجمعوا ما تجبرهم يتكلموا ما تجبر حتى حسهم ما تعرفوا المستشفى قليمي راه كارثي قدامهم شايفينه شايفين وضعيته والله ما يجمعوا عليه والله ما يعدلوا مهرجان خطابي والله ما يرفدوا الشريوط الحمراء والله ما يجيبوا معاهم بوط الريش هذا بوط الريش الاحمر اللي 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 ما يخلي بلد في, الصحراء الغربيه أغدرهم دافعين شهور المحبس لا ياكلوا ويشربوا في التريتور والدجاج المحمر والبسطيله والشواء والمشروبات و... والبلطجية والطبالة هنا وهناك وحدين على اليمين وحدين على اليسار ويصوروا لكم ذاك كامل وينشروا الكلخ الكليخ والله يقول الله إلى الوحدة الترابية الله إلى دافعوا على الطاقية الوطنية الأولى والله إلى هذا الناس تبارك الله إلى هذا الناس إن شاء الله هذو منظمين وناجحين وملتحمين أولا ما تلتحموا على القضايا الحقيقية اللي خاصكم تلتحموا عليها لا ما لا يسمع لكم صوت حينما يتعلق الامر بالقضايا العامه اللي هي مرتبطه بالشعب مخلي العزايز وراكم يموتوا في المستشفيات ومخلي الشيب يموتوا وراكم في المستشفيات ومخلي التركه الطايح في الشوارع لا خدمه لا ردمه لا شيء وقايس قايس المحبس وشي منهم قايس القرقرات وشي قايس السماء وشي قايس التراب ومنين عاد قايس المحبس وتفقرشوا تفقرشوا وخلوا خلوا رجعوا وتاتكم بالشوافر وردوهم لقريميم وردوهم للاس المحتلة والزاك المحتل ودخلوا مع الجيش دخلوا مع الجيش قيسوا بجيش لداخل ياك ياك تري موجود تبارك الله والصبابيط يربطوكم صبابيط ويلبسوكم لباس العسكر ويعطوكم كلاشينكوفات ويقول والله قاعد انتم تعرفوا شعدلوا انتم انتم مع العسكر تطيبوا لهم تموا لا طيبوا العسكر انتم الحس... السلاح ما تقدروا ترفدوه واعر عليكم السلاح ولاكم عارفين له شيء بعد على الاقل تموا طيبوا واحدين منكم يطيبوا واحدين يعجنوا واحدين يطيبوا الخبز على الاقل بعد تعودوا معدلين فائده لهذا الجيش ومساندين هذا الجيش ونسموكم وطنيين نقدوا احنا نسموكم والله وطنيين اللي تعدلوا ذا يا غار اقبضوا عدلوا لكم صايات وتقدموا للمراجن ل... ل... وطيبوا فم وعدلوا الخبز وعجنوا وطيبوا وقدوا النار وطيبوا الخبز للعسكر على الاقل تعدلوا تعدلوا مسله واحده في حياتكم ايجابيه مسله واحده على الاقل تقولوا الحمد لله راعي عندنا قاعده ما شاء الله وجبهه داخليه جايه بعد تطيب لنا وطيب لنا الخبز وتقدي لنا النار وتجمع الحطب وتحطب وذا كامل وتوردوا مالي وتوردوا وانتم مش صالحين ليش صالحين؟ لا تصلحوا الحرب والله ما تصلحوا الحرب والله ما تصلحوا الحرب والله ما تقدوا على الحرب، والله ما عندكم شيء للحرب، عندكم شيء للنهب، السريقة، تبارك الله، شيء قالوا المال العام، تبارك الله كلها كلها تفخر شو من الفضة، انتفخت كرشو فقادير، وانتفخت في من محتل وانتفخت كرشوف في مراكش. وعاد عنده الفيلا الى المراكش لمراكش يجبر منين يسكن ويلا الى جا سرفاطي يجبر منين يسكن ولا رجع على قدير يجبر منين يسكن والدراويش مساكين حالين تجيبهم هما بطريش تخلطهم هما بطريش ها اللي يشطح على على الاغاني الامازيغيه وهاللي اللي يشطح على الغادي سعداتو وها ياكل السردين والخبز في الطريق وتوفوا انتم ماش قاعدين مع المخزن تبيعوا وتشتروا معاه بس ماش باسم الوطنيه، اش من وطنيه تتكلموا عنها؟ شمن وطنيه هذه اللي تتكلموا عنها؟ منين قريتوا هذه الوطنيه؟ والله نعتوا لنا هاي الوطنيه اللي انتم فيكم واحنا ما شايفينها. لما تشوفوا هذا ابو طريش شو اقول لك وانا من ابناء الاقاليم الجنوبيه من هذه الارض تقولوا الحمراء كايا ميا باتشير تشير رغم 104 وسامي محي مطاط وجايين ندوا

¡Viva <mira> Marruecos! ¡Fuera todos! ¡Marruecos gana todos! Que quiere o no quiere? ¡El Rey! ¡Viva Rey! viva rey viva Rey Mohamed VI! ¡Todos ganas! ¡Todos los bandidos! ¡No! ¡República a los bandidos! ¿Lo has visto? ¡Boto al rey! ¡Ese era el boto <applause> عفوا هذا أبو الريش دريك ما خلى بلد ما خلى بلد من الصحراء الغربيه يقود هنا وهناك يركب في الوتات ويركب في الكيران أبوك وبوك ما حان اخوك يلا بسم الله ايوا يلا منين قاسي القرقرات عاش الملك الملك عايش الملك حاس بيك انت الملك حاس بيك انت الملك عالم بيك انت على انك موجود على الكره الارضيه تمشي على الكره الارضيه يا أبو الريش <applause>

قاعدين قاعدين على على الكرسي وتوفى هذا يعطوه الرضا وهذا يعطوه السخط وهذا يعطوه الوطنيه وهذا يقلعوا منه الوطنيه لا قاعدين تبارك الله هذو الناس ما شاء الله متعددين التخصصات هذو الله يدير وراه الشريوطه الحمراء الله يدير الشريوطه الحمراء راه منافق 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 لانه ما يقول المغاربه الحقيقه منافق منافق يظل نهار كامل ينافق المغاربه يظل نهار كامل ينافق راسو يظل ينافق المغاربه يكذب عليهم المغرب زوين المغرب كذا المغرب هي والمغرب الملك ما شاء الله وسيدنا وملك الفقراء وملك ما نعرفاش والاغنياء وامير المؤمنين ويكذب هو راهو عارف بانه راهو متاكد هو على انه ما هو لا امير المؤمنين ولا ملك الفقراء ولا علاقه له بالشعب وانه هو سبب ماساه الشعب ويكذب يكذب عارف الحقيقه، يا غادي ما يقدر يقول الحقيقه، يظل نهار كامل يكذب على المغاربه، يعد اللايف في الصبح يكذب على المغاربه وفي الليل يكذب على المغاربه، ولا قاس المغربي يعدى اللايف يكذب على المغاربه، ولا رجع البلجيك مالي كذلك يعد اللايف يكذب على المغاربه. واللحيه بقات في اللحيه، بقات في شانة الصلاه، بقات في شانة الصلاه. انت لا صليت راك صليت لراسك، صليت لمن؟ لا تصلينا احنا؟ الله لا لا صليت انت لي نحن نكون طابيليوزو الحسنات ندوهم احنا نديروهم احنا بجيبنا تلا لا صليت لا صليت للملاك يا غير النفاق النفاق ما 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 يخسر حميده. حد منافق خاصه قال له في وجهه ثم منافق قال لك لا تسمعوا لا يقول هذا بوط الريش الثاني. قال لك الراية ما وقعد انت عند الراية على جاي البلجيكي، لا ما تعيش عند الراية لهي شكون اللي عاطيك القيمة اليوم أعطيها لك الباسبور البلجيكي ولا أعطيها لك الباسبور المغربي يلا ها يلا يا يا بوط الريش المنافق شكون اللي عاطيك القيمة دراك منين تجي هون لبلجيكا وتعطي لهم باسبور المغربي يشوفوا فيك يعطوك شي قيمة عطيتك شي عطيتك انت بلادك هذيك عطيتك شي قيمه هذاك النظام السياسي لانه فرق بين النظام السياسي وبين البلد البلد البلد, البلد, البلد المغرب كجغرافيه شيء والنظام السياسي شيء اخر يا يا بوط الريش الكوليخ يا بوط الريش الكوليخي شي قال له النظام السياسي النظام السياسي يتغير حتى حتى في بلجيكا راهي الملكيه كاينه والحكومات راهي تتبدل يا غار يا غار بلجيكي معناتك تقول له راك خائن لانه يختلف مع النظام السياسي اذا اختلف مع النظام السياسي خائن يا الريش هو هذاك الباسبور اللي هي يسقيك من الماء هذاك 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 باسبور باسبور النظام المجرم عطيك شي قيمه في العالم باش تدرك تتجول الا بغيت تمشي مثلا لامريكا انت حامل الجنسيه البلجيكيه وحامل الجنسيه ديال النظام المجرم أه شو تستعمل تستعمل باسبورك البلجيكي ولا المغربي ولكن ما يبغي المنافق لانه هذا الشعب منافق كاينين وحدين نهار كامل يضالين يقعدوا ينافقوا على المغاربه ينافقوا المغاربه ويكذبوا على المغاربه ويقول لهم الحقيقه وطني وطني تحب الوطن هذا الباسبور الذي تدعي <applause> به انك تحمل <applause> جنسيه <applause> فرنسيه شوف 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 النفاق قالك ثانوي شوف النفاق شوف النفاق ديال ابو شوف النفاق انا ما انا ما قديت تفهم هذه الاشكال اللي تدافع على الملك هي تشبه له سبحان الله فين ما كاين شي مكان لا خاص يدافع على الملك فين ما كاين شي مكان لا عياشي سبحان الله فين ما كاين شي واحد تجبروا متنور تجبروا ضد الملك وتجبروا عكس الملك وتجبروا عارف بانه الملك خائن 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 يقول لك الملك خائن لما تلقى انسان متنور ما يعني تجبر شي واحد مصمك بوط الريش مصمك ما فاهم والله فاهم ويكذب على راسه تجبره عاش الملك تابع الملك او قاعد عند الملك اش قاعد في بلجيكا يلا رفد ولادك وسير عند الملك قعد حدا الملك دير شي براك حدا القصر دير شي براك فهم حدا القصر بني براك فهم بني, بني غير من القصب انت طبعا ما بك الوطنيه وخير فيك تعود حدا الملك وتعود حدا ملكك وتقول له عاش سيدنا مع الصبح ومع الليل ومع الغداء ومع العشاء تم انت غير من براكتك تقول له عاش الملك وارجع لبراكتك عيش الفقر لا لو قعدت في بلجيكا تتمتع توكل تشرب لا او قعد حدا الملك لا لهذا الباسبور لا الباسبور ثانوي والله ينعل الكاذب راه ما بقات في اللحيه سير حسن هذيك اللحيه فهمتوا وعدل شويه من الصباغه على هذيك الصلاه لأن لأن الصلاه التي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر يا أبو لحية يا أبو طريش يا أبو طريش الصلاه لا تنهى عن الفحشاء والمنكر لأن هذه راهي فحشاء النفاق راهو نوع من الفحشاء ولكن أبو طريش مساك شاي عدلهم عندهم الحريره طالع لهم الحريره أصلا كان شرب شي من الحريره ما يتصف في حياته شيء طبيعي ما عم تكلم <applause> إذا <applause> هذه النماذج والأشكال أولا نرجع لصحافة الكبة الكبة طبعا صحراويين عارفين شنو هي الكبة أو المغاربة نقول لهم شنو هي الكبة الكبة أعزكم الله هي المزبلة هي لابوبيل هي الكوربي تعالوا نشوفوا صحافة الكبة في 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 مملكة مملكة الإجرام مملكة المجرم السادس في ما تلقى شي واحد يدافع على الملك سبحان الله تجبره بحاله كيف عفوا هذا اللي هذا اللي صدعنا الملك مات الملك وانه ما نعرفاش وي 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 ويدعو لي هو يدافع عن عن سيده <applause> هذا شفتوه طبعا البارح هذا هو اللي مشى عند عند الوالده هذا هو اللي مشى اقتاحم اقتاحم بحال القطاطعيه قطع الطرق لانه ما ولا قطع الطرق شنو قطع الطرق والتي انا ما لا وزيره ولا رئيسة مدير عام ما نعرفهاش ولا هي رئيسه البلديه ولا رئيسه الجهه ولا رئيسة والدتي أنا شني لا تتلوث الهلاش صحافة صحافة الكبة في مملكة الإجرام وال وال, 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 وال والإجرام وال 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 والديكتاتورية تتلود للناس راهو قاس قليمي من المحتل وراهو فيه في فيه فيه, فيه, فيه عراب عراب الفساد بالفقيه راهو يحانون الملفات يوم 23 خاصة يعرض قدام المحكمة بقاتلو أربعة أيام يا غير هذا ما هو شايف الفساد ما هو شايفه شي العزوز في الخلاء قيس عزوز في الخلاء رافد كاميرتو وميكروفون دي شي من البلطاجية وقايس الدار ودخلوه الصحراويين وحاسنوه جابوا له حمل البل واشرب اللبن يلي يلي يشرب فيه ذاك اللي يشرب فيه وداخل ديار الناس وقاعد فوق فراشهم ويحاسنوه معاملينه معامله البشر وجاي بلا كمامه داخل على 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 عزوز فايته 60 عام وداخل عليها بلا كمامه، فين الكمامه صحافه الكبه؟ فين هي الكمامه؟ والله تمشي بلا كمامه والله انت معفي من الكمامه والله لا تعترف انت بالقانون، ده القانونك انت الخاص لانك عايش في الزريبه. شداك لها انت بلا كمامه دير الكمامه بعد كاع هي الاولى عاد تتكلم معاك الناس فين هي الكمامه والله ما فيك انت كورونا منزه انت على كورونا لانك مع المخزن لانك صحافه الكبه ديال المخزن جاي داير جاي جاي بلا كمامه وجاي <applause> <applause> وداخل وبلاتي نسمعوا شي يقول وفضحنا قلنا له واش انت جابك لا جاي تعد لا تجيب لها جايب لها فيلا لا تسكنها في فيلا ارسلك سيدك قال لك دي لها الكريمه الفلانيه باش تخلص فراش الشهر اش جايب لها انت ماك جايب معاك حتى 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 خنشه من الحليب في يدك خنشه خنشه من الحليب ما رافده في يدك جاي داخل الدار جاي كيف كيف كيف, كيف الشفار كيف السرارقيه اللي يدخلوا الديار لين ما الرجال فهم قال لك الصحافه صحافتاش انت تعتبر راسك صحفي بعد هي كاين شي صحافه تسمح لك في العالم على انك تجي لواحد الدار تمشي هون في فرنسا تمشي تقلب على عزوز تمشي تعدل معها حوار لو كنت عايش هنا في هذه الدول الديمقراطيه لا هذا التصرف ولكن لانك عايش في الزريبه جاي كيف القاطع تنصاق من بن قرير فر 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 قايسني قايس القرقرات انت صحافي انت صحافي بعد الصحافي اللي اصلا ما يخدم عقله ويفهم ما ما يحاك ما لا تستحق انت تحد حتى فور للصحفيين حتى شي فور تسوق لهم السياره جاي تتكركب من القرقرات قايس باطله من بن قرير قايس القرقرات شتاي يتقرقر في القرقرات شتاي يتقرقر انت شنو وزنك انت جاي جاي تكركف في الصياف لو طوروت ومن لو طوروت الناسيونال ومن الناسيونال الطنطان والطنطان العيون المحتله وزيد وزيد قايس القرقرات شلا تقرقر انت في هذه القرقرات وشلا يقرقروا معاك هذاك بوط الريش اللي قايسين القرقرات وجاي في الرجوع جاي تسقط وتلودوا باش ترجعوا لاولادكم وجيوبكم ملانه من, من الفضة فضة تاش فضة طلع راجعين لاولادكم بالفلوس الرشوه باش توكلوهم وتشربوهم على ظهراش تمشوا تجيبوا قال لك خروج اعلامي واش عارف شنو خروج اعلامي يا 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 صحافه بوط الريش؟ الخروج الاعلامي راهو واحد الانسان اللي اصلا هو باغي يصرح هو ي... اصلا يعود عنده بأصلاً. اول شيء قال له المبرر باش يعد ندوه صحفيه والله يستدعي الصحفيين والله يتصل بالصحفيين يقول لهم انا بغيت الموقف الفلاني عبر عنه شنو من خروج؟ انت جاي قاصي قاص نقر الدار. جاي يديك حفات عورات ما ماك جاي في يدك حتى حتى خبزه وجايب بلا كمامه ودخلت الوريده الوريده بقات في بقات في التمسكين تتمسكنوا تتمسكن من حدك في قليمي من المحتل تتمسكن ما حدك جبرت الوليات في الدار تتمسكن منين رجعت لبنقرير أتسبع. السبع عاد منين سلكت منين مشيت عند اهلك اني رجعت بالنصر العظيم رجعت بانجاز تاريخي سيقلب الموازين فيديو كنت لا يقلب المغرب فيديو كنت لا يقضي على البطاله وسيشعل التنميه في العالم ولا صافي المغرب لا يعود في مصاف الولايات المتحده الامريكيه في الديمقراطيه بالفيديو انت اللي راجع به ما قال ما جبت جايب تصريح عزوز جايين على اساس منكم بوليس وحاطين الكاميرا بسرعه بحال استرالية. لابس دريري عطاك واحد اللي معاك واحد منكم لابس دريري عاملين الحق حدا الدار ارتشخ في دراري كيف دراري اللي يعطي حمدي ولد الرشيد دوك اللي يجيبهم للقاءات اول خروج اعلامي اتبارك آه الله يا العناوي يسمع حد عناويكم يقول انتم لايت انتم هما كبار المدرسين في الصحافه اش من صحافه الكبه صحافه صحافه المزابل بلاتي نسمعو ذراك عاد السبع ديك الساعة يتمسكن قدامها عاد كيف تاك يتمسكن والحاجة ماتت الحاجة والوليدة هو هو ها. يو هو كيفاش هاها هو هاجمنا كذا كي هاجمنا هذا وهو هو هو مغربي آه يتمسكن حالتاش هذه حالة النفاق ولا حالتاش بك الأدب تبارك الله لا الأدب هذا أنت ولد الناس أنت ولد الناس هذه تصرفات ديال ولد الناس هذه التصرفات ديال ماني نقول لك ماني بان بوك وامك ما نعرفهم باش ما نغلط فيهم ما هذه ما هي تصرفات ولاد الناس ولاد الناس ما ي... ولاد الناس ما يقبلوا على انهم يمشوا يدخلوا ديار ديار الناس ويمشوا عند عند وليات في الديار باش يجيب عندهم خروج اعلامي فاش مالها هي المحلله السياسيه في قناه ما نعرفهاش انت هو القناة ما نعرفهاش دولية قالك خروج إعلامي جاي تتلصق جاي بلا كمامة جاي تتميس كان كيف 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 الحرباء لأن ذاك الشيء اللي تقولوا راه هو أصلا هو اللي ينطبق عليكم لأن ذاك الشيء اللي تقولوا أنتم واللي تفرغوا راه أصلا هذاك الشيء اللي أصلا في طبيعتكم نتوما منافقين ما عندكم كلمة الرجولة ما فيكم ما حاجة هذا ما هي ما هي حالة الرجالة تعال للرجاله بعد هي الاولى تعال يا لود للرجاله الرجال الرجاله, الرجالة قول لهم انا بغيت نعدل معكم نعدل استجواب مع مع والدتكم واش تسمحوا لي ولا لا؟ ونعرفك راجل هذيك الساعه ونعرف النظام اللي راسلك بانه راجل وبانه شجاع ونعرف بان ملكك شجاع ولكن منين جاتكم الشجاعه؟ ملككم شاد وانتم راكم ولا بحاله؟ لا 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 الى الى ما فريناكم الى فريناكم قد نجبروا مالي نفس نفس جايين قال لك تمسكن فم خروج اعلامي خروج اعلامي هي المسؤوله الفلانيه عن هي واليه قريمي عندها هي ملف الصحراء الغربيه تحديدها يتمسكن وضرك عدت السبع نلحقت بن بنقرير عاد السبع او نشوفوا شكون السبع تعالوا نسمعوا يقول هذا بعد اول شيء منين نرجع لبن كان كاتب في الفيديو اللي نشر عفوا ناصر قال لك اول خروج اعلامي لوالده كذا وكذا وفهمت واحد زعما راه هو ما عرفش عدل شيء انجاز تاريخي صافي محمد راضي الليل نتاع النهار الثاني اللي يكتب لكم راهو عدل له واحد القنبلة باه راسه وانتحر رحمه الله عليه كان خائنا ومسترزقا ومسخوط الوالدين ومسخوط ما نعرفاش قال لك المسخوط الوطن عندك شي وطن بعد انتهي هي الاولى راه أنت اللي مسخوط الوطن اللي قاعد في هذاك الوطن أنت المسخوط اللي تنافق هذاك الوطن وقاعد في هذاك الوطن وقابل بالذل اللي فيه لأنك غارب بحال العبد أنت تسحب راسك إنسان بعد هي الأولى موجود أنت عندك المواطنة بعد هي الأولى باش تتكلم قال لك أنا مواطن مواطن فاش <applause> إرجع قال لك الرد على اللقيط راضي الليلي بعد حرق جواز سفاري بدعوة تضييق على والدته من طرف الشعله بريس، واش تسميها يا 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 صحافه الكبه، اش تسميها انت؟ تبغي انت شي واحد راك يجي لدارك يجي يجي في في القريه اللي تسكن فيها ويصورها لك وينشرها لك في في اليوتيوب، تبغي؟ تقبل تقبل؟ انجاز زعما انا اذا عدلت مثلا انجاز والله عدل الشيء شي صحافي في العالم انجاز تقبلها تقبل ان انت واحد لدارك ونورك الا لكن ديوثي لكن ديوثي مع ما, 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 ما نعرف ما لكن راجل حر ما تقبله ولا جبرك حد في الدار الا جبرك راجل في الدار بهذيك الطريقه كلام ثاني ولكن منين عندكم الشجاعه منين عندكم الشجاعة؟ لا أنت ولا العراب ولا السيد أحمد بيروك ولا كل اللي جاوا معاك ولا ذوك اللي صوروا معاك. منين عندكم الرجولة؟ ثم ما رضعتوا الرجولة، إحنا رضعنا الرجولة من أبواتنا ورضعنا الإخلاص والإحترام الآخر. رضعناه من هايك كل الأم اللي أنت جاي كاتب لها اللاقيط. شنو معنى اللاقيط يا ولد الناس؟ ياك أنت ولد الناس. انت ولد الناس ولكن تكتب على على ام دخلتك لدارها وعطاتك جيره من اللبن وتكلمت معك بعفويه كانها تتكلم مع ابنها ورجعت لبنغرير عدت سبع رجعت ع... رجعت حاملا للإنجاز وعدت سبع ظنيت على رزق سبع وكاتب لها اللقيط شنو معنى اللقيط فين تعلمت هذه ايش من صحافه هذه اللي, اللي تكتب على شي واحد في العالم تكتب له اللقيط حتى وان كان لقيطا ننتظرك الى عرفناك بانك لقيط نسمح لي انا نفسي أن نكتب لك انت اللقيط والله نكتب هالشي صحفي نكتب له اللقيط طول عشرين سنه من الخدمه ما عمري نزلت انا لهذا المستوى عارف شكون اللقيط وعارف شكون ما هو لقيط بلا كذب ولكن ما يسمح لي ضميري نكتبه وما تسمح لي اخلاقيات المهنه نكتبها اذا كنت صحافي ولكن انتم اش من صحافه عندكم عندكم صحافه ديال الز... ديال ديال الزباله لانكم اصلا نظام الزيبالة. واحد النظام ديال الزباله وما تبغوش واحد يقول لكم بانكم من النظام ديال الزباله وبان هذا الشيء اللي تعدلوا راه نوع من الزباله شنو صحافه هذيك هذه يا بلاتي نسمعوا اش يقول وعليكم السلام خايناش اش مسترك انا معاك خاين اش مسترك معاك وتعرف شكون الخاين ولكن ما تقدر تقولها له انت لان ما فيك المروءه وما فيك الشجاعه والخاين هو اللي راسلك انت الى القرقرات باش يضحك عليك الخاين هو اللي باع الشعب المغربي اليوم الخاين هو سيدك اللي في الرباط اللي نعرفه انا اكثر منك انت وكنت حداه انا لو كنت بغيت نكون انا مع عليه القوم راني راني مع عليه القوم ولكن ما يشرفني نعود مع 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 نظام الزباله قال لك خاين خاين اش اش خاين لك انت ولا اش لغيرك اش عني انا عبد كيفك انت على انا عبد كيفك انت انا ماني عبد كيفك انت انا خلقني الله سبحانه وتعالى حرا وكنت احذاء حنوك الملك ولكن ما ارضى نفسي نعود عبد عنده لا بعيد ولا قريب انت انت عبد بعيد عبد قريب حال بحال قال لك خاين اش خنت لك خاين والله لا خاين آه خاين اش انا هو انا اللي قابض القصر في الرباط شاد انا باب الرواح قال لك خاين اشنو خاين كنت رئيس الوزراء انا حر و... ولدني بويا وامي حر نبقى حر وما نكون عبد لا عندك انت ولا عند غيرك وخير عندك الرزق وخير عنده رزق وخير عند ملكك انت رزق ما نعود عبد وانا عنده قالك خائد غار اللي ما معاكم انتم في الخط خائد واللي قاعد معاكم بحال عبيد يقاد هنا وهناك يجرب بحال راه وطني ما ما هو خايد لا تنكملوا هذا امم إيش من حقيقه ديالو اش من حقيقه سرق لك الملاير اش من حقيقه اللي كشفت انت اش من حقيقه جاي عند عزوز جايه الحقيقه جبتها من عند العزوز والله الا تبارك الله راك صحافي ممتاز ما شاء الله جبت السكوب جبت السكوب والله الا انت انا برافو عليك برافو عليك انت وبرافو على هذوك اللي رسلوك كل اللي كلفوك بهذه المهمه هذه والله لا برافو عليكم جبتوا السكوب جبتوا المغاربه جبتوا لهم انا او جبتوا حقيقتي انا

لقيت الرجال يتكلم معك ما عندهم شي اذن يا الله واشرح لنا الصحفي ديال اخر الزمان اشرح لنا دير شي فيديو مال الليله واشرح لنا قلنا قلنا لا لا راه مشيت انا بلي نور راني راني اتصلت ونسقت كان شي صحفي في العالم يمشي يقتحم واحد الدار والله يقتحم عند واحد العزوز بدون بدون وجه حق فشلت ديالي فاش وأرى انت اللي فاشل وارى انت اللي فشلت انت اللي فشلت انت خلقت الرا... خلقت المخزن ديال الزباله ديالك خلقت له مشكله ارى انت اللي فشلت اما انا ما فشلت باش باسبوري بغيت تحركو شنو مشكلهك انت مشالك انت راه مخلص فيه 300 درهم راهو ديالي يعني من حقي هذاك والله نخليها عندك انت في الباليزا نطلبك نخليها عندك انت في الباليزا ونطلبوا لك انت منين بغينا انا نحرقو نقول لك انت نطلب منك الاذن باش نحرقو يا الصحافي ديال قمة الغابة اضرع قمة الغابة جواز سفري هذاك من حقنا نحرقو انت شو مشكلة يا صح يا سخافة سخافة الزريبة يا صحافة الزبالة خيانة. آه خيانة. على <applause> انت ما مشيت كيف القاطع لاش ماشي يا خويا القرقره تقول لي انا ياك حنا صحافه دابا انت صحافي تبارك الله كتجيب سكوبات وجبت فيديو قنبله وفجرت هذه القنبله هذه وانا راه واحد صحافي متواضع قلنا خويا شنو حققت من هذه القرقرات لاش ماشي لهذ القرقرات شكون اللي داك شنو الهدف من زيارتك القرقرات يا قالوا لك سير راك مع القطيع الى مشيت من راسك لانك شفت الناس ماشي راك مع القطيع راه في كل حالات قطيع اشنو مشيت جبنا شي معلومات مشيت جبت شي معلومات مفيده للشعب المغربي مشيت جبت شي فيديو خطير مشيت جبت شي حاجة شي سكوب خطير ياك يعني عارف سكوب ولا ما تعرف السكوب لا انت ما تعرف سكوب انت بزاف عليك سكوب انت خليك غير لو كان شي 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 مهمة تدور فيها الحركة وتجيب فيها جوج فرانكات ويلبسك العراب دراعة في لوطيل وتجيب معاك الكادو للمدام وتجيب فليسات للمدام وت وتبرع مع راسك ودير راسك راك عدل شي سكوب وانا هو الصحفي اللي فضح لكم الراضي الليلي باش فضحتني انا بالراضي الليلي الراضي الليلي سارق لك سارق لك الشركه اللي كنا مشتركين كنت مشترك انا معاك عيالك انت خاين قال لك اش خاين كنت عاطيني اختك كنت متناسب انا وانت خليتها لك بالتركه البؤس 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 بؤس صحافة الزبالة لماذا؟ لأنه نظام ديال الزبالة مخابرات ديال الزبالة مستشارين برلمانيين ديال الزبالة يصنعون البطولات ظانين بأنهم يصنعوا شي بطولات وعندهم الأعراض سهلين وعندهم الديار يدخلوهم سهلين وعندهم سرقة المال سهلة وعندهم خيانة الأمانة سهلة وطنيين تبارك الله هذه هي المفارقة اللي ما قديت أنا نفهم. انت تعتبر راسك راسك الصحفي ديال اخر الزمان تعتبر راسك بعدها هي الاولى مواطن تعتبر راسك وطني اللي وطني ما يدير هذا الشيء في في, في في بلاده ولا كنت تعتبر راسك صحفي ما دير هذا الشيء في شي صحفي اخر الا كنت صحفي ما كاينش من الصحافة انت قاعد تكحكح ماك عارف سنيك طايحين كرشك قد الخله شنو علاقتك بالصحافه؟ تتسكع لي في بن انا غادي نجيبو دوسي كامل ان شاء الله الرحمن الرحيم عندك ت... لك دوسيك مقاد ولكن نجيبو لك دوسيك ماشي ب... ماشي ان احنا كيفك انت نكتبو اللقيط والله نكتبو احنا اخلاقنا اخلاقنا ران... راك شفتها راك دخلت الدار وشفت الاخلاق وشفت الامهات اللي رباونا وشفت اللي اللي رباونا ما كيفك انت وحاشا تعود انت صحراوي 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 دير بحالك صحراوي قال صح... 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 لك انا صحا انا صحافي، انا صحافي، وحنا لك ملفك انت ولكن ماشي ماشي بالكذب، شي كيفك انت، وما وما يدور معنا حد باش نجيبو ملفك انت، وما نحتاجو نلبسو الدراريع المسروقات والدراريع المشتريه بفلوس السرقه سرقه المال العام من طرف العراب واللي معاه من المخابرات اللي يصيروا هذا الملف، حنا ما نديرو كيفك انت ولا نديرو كيف العراب. راه قصة العراب كاملة عندنا، قصص العراب كاملين عندنا، ولكن تربينا على على الأداب وعلى الإحترام، عندنا شي نحشمو عليه، عندنا أعراض نحشمو عليه، أم أنتم من أعراض عندكم، جاي قاعد الدور في الزناقي تلود العزوز تصوره، تكحكح حداها دير راسك، تبارك الله مؤدب وانت ترجع في الليله تسس راجع عند العراب راك جبت له البط اه تبارك الله جبت شي انجاز انت والعراب واللي معاه وكذا <applause> هذا هو هذه هي بلاد الزريبه هي هذه بلاد الزريبه وبلاد الزريبه تشبهها صحافتها يشبهها ساستها يشبهها بطريشة كل شيء يشبه لدولة الزريبة اش بغيتو تشوفوا في الزريبة اش لا تشوفه في الزريبة تحياتي لكم والى اللقاء ان شاء الله الرحمن الرحيم في فيديو اخر